أيوب 18 عام يتفجر القيح والدم حتى قذره الناس. دعاء لا يكتب في ربع سطر: ربي إني مسني الضر، اشفني. ما قال اشفني، حياء من الله. قال: وأنت أرحم الراحمين. أنت أرحم بي من نفسي. تدري لماذا ما قال أيوب اشفني؟ لأن يفوض الأمر لله. إن كان بقائي مريضا خير لي عندك يا مولاي فأبقني مريضا، وإن كانت عافيتك أقرب فأنا مسني الضر. الله أكبر، ما أعظمها. فاستجبنا له. فقط اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب.